هناك اليمين على غلبة الظن، اليمين على غلبة الظن. واحد يقول أمس رأيت فلانا في المكان الفلاني، فيقول لا ليس فلان، أنا شفته في مسافر فلان. قال والله العظيم شفته في المكان الفلاني. قال يا أخي فلان مسافر. قال والله العظيم شفته، يحلف بالله. وبالأخير طلع مسافر وثبت أنه كان واهما، إما رأى شبيهه أو غير ذلك، المهم يقينا دق له هام فلان وين؟ قال والله مصر. شلون مصر؟ توني شايف كان شلون شايف مكان مصر. زين، هذه يمين على غلبة الظن، هذه لا يؤاخذ الإنسان بها، لا يؤاخذ الإنسان بها. لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه كان يحلف عن ابن صياد، يقول والله إنه الدجال. ابن صياد أو ابن صائد اللي هو صافن، هذا كان يشك أنه هو الدجال الأكبر، فقال رأيت كان أن ابن صائد هو الدجال ويحلف. قالوا تحلف بالله؟ قال كان عمر يحلف بها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. وعمر كان يحلف على غلبة الظن، وأبو سعيد يحلف على غلبة الظن. ولذلك بوب النووي رحمه الله تعالى في صحيح مسلم باب الحلف على غلبة الظن، هذه ما تضر.